الخاتمة بين الاجتهاد والتوفيق. حسن الخاتمة بين الاجتهاد والتوفيق. أسأل الله لك التوفيق والسداد آمين. والرشاد. آمين. تفضل يا أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأحبة الكرام، إن المداومة على الطاعة بعد رمضان هي علامة كبرى على قبول الطاعة، علامة كبرى على قبول الطاعة. فإن الهدف الأكبر من رمضان هي أن تخرج من رمضان بغير القلب الذي دخلت به رمضان. وها نحن قد ودعنا شهر رمضان بنفحاته وبركاته وطاعاته، وها نحن قد ودعنا شهر رمضان بنفحاته وطاعاته وبركاته، ولنا في تقلب الدهر عبر وفوائد ودروس مليئة بالعبر والفوائد يا عباد الله. بل إن الثبات على الطاعة بعد رمضان علامة كبرى على قبول الطاعة، كما قال العلماء: إن من جزاء الحسنة الحسنة بعدها، ومن جزاء الطاعة الطاعة بعدها. فإن الله عز وجل إذا قبل منك العمل فإنه يوفقك إلى عمل صالح غير هذا العمل، ويفتح عليك مزيدا من العمل يا عباد الله. وقال الحسن رحمه الله: إن لم تكن في زيادة فأنت في نقصان. بل إن المصيبة الكبرى أن يعود أصحاب الذنوب والمعاصي إلى الذنوب والمعاصي والآثام، بل إن المصيبة الكبرى أن يعود أصحاب الخمر إلى الخمر، وأصحاب الزنا إلى أوكارهم، وأصحاب مجالس اللهو والرفث والفسق إلى هذه المجالس. فإنهم ما استفادوا شيئا من رمضان، دخلوا برمضان بالذنوب والمعاصي وخرجوا من رمضان بالذنوب والمعاصي، دخلوا بنفس القلب وخرجوا بنفس القلب من رمضان. أعيذك بالله أن تكون منهم. لا يحلو لك، وأنك عشت طوال الشهر على مائدة القرآن، وعشت طوال الشهر تتلذذ بطاعة رب العالمين، وتأنس برب العالمين، وتأنس بين يدي الله في قيام الليل وفي صلاة التراويح، وتقول: يا رب أعتق رقابنا من النار، يا رب تب علينا لنتوب. ثم عندما يرى هلال ليلة العيد خرجت بالذنوب والمعاصي، خرجت تجاه رب الأرض والسماوات بالذنوب والمعاصي، وهذا يدل على أن عملك عليك مردود. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: من استغفر بلسانه وعزمه على الذنب أن يعود، وحال لسانه أن يعود إلى الذنوب، فإن باب القبول في وجهه مسدود، وباب القبول في وجهه مسدود، وعمله عليه مردود. هكذا قال يحيى بن معاذ رحمه الله. بل إن الله عز وجل قد زيل آيات الصيام بالشكر: ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. قال العلماء: شكر الطاعة طاعة مثلها، شكر الطاعة طاعة مثلها. معنى أنك إذا أعجبك مذاق صيام رمضان فهناك صيام الاثنين والخميس، معنى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر عربي. وأفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صيام داود: أن تفطر يوما ثم تصوم يوما، تفطر يوما ثم تصوم يوما. ومن أعجبه مذاق زكاة الفطر فباب الصدقات مفتوح، وهناك زكاة المال على الفقير والمسكين والمحتاج. ومن أعجبه مذاق صلاة التراويح فقيام الليل بابه مفتوح طوال العام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، ويقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ قل لي بربك، أليس لك حاجة عند الله عز وجل؟ قم بين يدي الله في وقت السحر وقل: يا رب تب علي، يا رب إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، يا رب أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدث ربك، فإنه الركن، وتمسك بهذا الركن، فإنه الركن إذا خانتك أركان رب العالمين. لا إحراج ولا كسوف، فأنت تكلم من بيده خزائن السماوات والأرض.
وأيضا من أعجبه مذاق الطاعات ومذاق الإفطار في رمضان، فهناك إطعام المساكين وإطعام المحتاجين، الثواب لا يذهب. بل لما سئل أحد الصالحين عن قوم يعبدون الله في رمضان قال: بئس القوم هم لا يعرفون لله طريقا إلا في رمضان. ولما سئل أحد السلف: أأعبد الله في رجب أم شعبان أم رمضان؟ قال له: قل كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا، بل إن الثبات على الطاعة هو من هدي سيد المرسلين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة كان عمله دائمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبت أي ثبته وداوم عليه. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، فقليل دائم خير من كثير منقطع. فلا يعني أنك تستلزم أن تقوم كل الليل ولا أن تقرأ في اليوم 20 جزءا، بل أن تداوم على عمل قليل تقابل رب العالمين بإخلاص بهذا العمل خير لك من الدنيا وما فيها. بل إن الثبات على الطاعة هو سبيل لحسن الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أراد بعبد خيرا عسله، وفي رواية استعمله. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يفتح له عمل صالح فيقبضه عليه. فاثبت على طاعة رب العالمين. أين مذاق القرآن؟ وأين مائدة القرآن؟ وأين التلذذ بالآيات؟ وأين التلذذ في السجود بين يدي رب العالمين؟ نحن قد وجدنا أن الناس في ليلة 27 قد في بعض مساجد مصر لا تجد موطئ قدم واحد، والكل يتكاتف على طاعة رب العالمين وعلى المساجد وعلى القرآن. فإذا جاء هلال يوم العيد خرجت إلى الشوارع والطرقات، والشباب تعصي رب العالمين وتغضب رب العالمين وتجاهر رب الأرض والسماوات بالذنوب والمعاصي. أين الطاعة يا عبد الله؟ إن من جزاء الحسنة، اجعل هذه الكلمة بين نصب عينيك، إن من جزاء الحسنة الحسنة بعد الحسنة والطاعة بعد الطاعة، وأن تستقم على طاعة رب العالمين. قال عز وجل: فاستقم كما أمرت. قالها لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعبد الناس وهو أتقى الناس وهو أخشى الناس. قال له: فاستقم كما أمرت. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فيجب علينا أن نثبت على طاعة رب العالمين. ولما خاطب الله عز وجل نبيه قال له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي يأتيك الموت، فإني لا أعلم بابا لغلق الطاعات والانقطاع عنها سوى الأجل. لا أعلم هذا إلا الأجل هو الموت، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الله عز وجل يقول أن الطاعات تنتهي بانتهاء أجل الإنسان، لا بانتهاء مواسم الطاعات، ولا بانتهاء رمضان، ولا بانتهاء موسم الطاعة. وتذكر هذا: كن عبدا رمضانيا عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحسنت يا يوسف، بارك الله فيك. فعلا لو سألنا معظم الناس: كم يوما صمته بعد رمضان؟ وكم ليلة قمتها بعد رمضان؟ نعم صحيح. وهل ختمت القرآن كما كنت تختم في رمضان؟ تجد الإجابة مع الأسف الشديد والحزن العميق مختلفة تماما. حتى الآن شهره انقضى بعد رمضان، واللي كان مواظب على التهجد والقيام والقرآن والصلوات والصدقات تراجع كما كان قبل رمضان. أعوذ بالله من ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. آمين. لكن من علامات قبول الطاعة أن يتبعها بإيه؟ بطاعة. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أحب عملا أثبته، أو إذا عمل عملا داوم عليه وإن كان قليلا. بارك الله فيك وأحسنت.